أمريكية في ليبيا على الأرض للمشاركة في الجهود لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية داعش. يأتي هذا التأكيد الأمريكي بعد يوم واحد من كشف صحيفة واشنطن بوست عن وجود قوات أمريكية في ليبيا تقدم الدعم لقوات حكومة الوفاق غير الدستورية في قتال داعش، وسط أنباء عن تمركزها في قاعدتي مصراتة والقرضبية في سرت. وتقدر القوات أو تقدر القوات الأمريكية والبريطانية بحسب مصادر إعلامية بنحو 1200 جندي مع مشاركة الطيران الأمريكي. هذا التدخل مشاهدين على الأرض والجو يأتي على خلفية طلب المجلس الرئاسي مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية لضرب داعش بعد أن حاولت قواته المنضوية في غرفة العمليات أن تخوض الحرب هناك، ولكنها لم تحقق النتائج المرجوة إلا بعد التدخل الأمريكي المباشر. وقد قرر المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي على طلب دعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية لتوجيه ضربات جوية محددة لمعاقل تنظيم الدولة داعش بمدينة سرت وضواحيها، بالتنسيق المباشر مع المجلس الرئاسي وقيادة غرفة العمليات. ونحن إذ طلبنا هذا الدعم الجوي من التحالف الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، نؤكد أنه لن يكون هناك أي تواجد عسكري قتالي على الأرض. مادام احنا عندنا مقاربة سياسية واتفاق سياسي إلى حد ما يعني يمثل الشرعية والقبول المحلي والدولي، يجب علينا أن نحمل مسؤوليته، وهو إذا كلف أي مجموعة تابعة ليه التحرك جهة بنغازي فلن يستطيع أن يتصدى لها المجتمع الدولي، ولن يستطيع أن يتصدى لها أي جهة أخرى، وستكون محل اتفاق. العرب اللندنية نشرت مقال قالت فيه أن الجديد في ليبيا لا يتمثل في إعلان حكومة الوفاق الوطني التي يتزعمها السيد فايز السراج أن قواتها أعلنت السيطرة على مقر تنظيم الدولة الإسلامية في مجمع واغادوغو، وإنما في الدور الكبير الذي لعبته قوات أرضية أمريكية تابعة للوحدات الخاصة مدعومة بغطاء جوي من طائرات F-16 الأمريكية أيضا في تحقيق هذا الإنجاز. وزعم المقال أن حكومة الوفاق الوطني غير الدستورية كانت مجرد ستار لا أكثر ولا أقل، وقد جاءت أساسا من أجل تشريع هذا التدخل البري بعد الجوي. نطرح في آراء اليوم ونفتح النقاش، هل تعتبر التدخل الأمريكي تمهيدا لسيناريو سيطرة أمريكية على سرت بمساندة حكومة الوفاق غير الدستورية؟ وكيف نفسر قول السراج أن التدخل الأمريكي سيكون في شكل ضربات جوية فقط، ويأتي التصريح المحرج من البنتاغون أنه توجد قوات أمريكية تقاتل على الأرض؟ وكيف تلقى المواطن الليبي هذا التدخل على الأرض؟ وما هي السيناريوهات القادمة في سرت بعد تحريرها من داعش على يد القوات الأمريكية والبريطانية وبمساندة قوات البنيان المرصوص التابعة لغرفة لحكومة الوفاق غير الدستورية؟ استقبل إذن اتصالاتكم على الأرقام الظاهرة على الشاشة الآن للنقاش حول إعلان البنتاغون أن بوجود قوات أمريكية خاصة قدرتها صحف أمريكية بريطانية بأنها تقدر القوة بأكثر أو بحدود 1200 جندي على الأرض في سرت. هذا يأتي بإعاز من المجلس الرئاسي، كيف نفسر المقال العرب اللندنية عندما قالت بأن هذا وجود أصلا حكومة الوفاق
هو عبارة عن ستار لا أكثر، وهي جاءت من الأساس لتشريع هذا التدخل على الأرض وبداية سيطرة القوات الأمريكية حتى على مناحي استراتيجية أو مواقع استراتيجية في سرت. أبدأ مع عبد الباسط من طرابلس وفتحي من طبرق. عبد الباسط أهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الآن هناك تطور خطير في المشهد الليبي، وسأتي حتى لما قاله صوان رئيس حزب الإخوان المسلمين العدالة والبناء، ولكن نبدأ تباعا في هذه الحلقة نناقش نقاط تطور المشهد الليبي بعد إعلان البنتاغون عن تدخل أمريكي مباشر في على الأرض في سرت. ما تبعات هذا الإعلان وهذه المشاركة على الأرض من وجهة نظرك؟ أحمد، هذا تطور خطير جدا جدا. بين عشية وضحاها أرادوا استباحة الأجواء الليبية والأراضي الليبية داخل سرت، اختاروا الطرف الخاطئ، اتجهوا للأماكن التي غدت هذا الإرهاب المتطرف الأسود. في السنة الماضية أنكروا وجود هذا الإرهاب علنا وقالوا لا يوجد إرهاب، لا يوجد تنظيم داعش المختل في سرت. هذا العالم يريد تفتيت ليبيا ويريد تقسيمها بين عشية وضحاها. استباحوا هذه الأجواء لعدم وجود سيادة، أخذوا من هذه الحكومة العميلة ستار لكي يحققوا أهدافهم التي أرادوها. دول الجوار عاجزة عن استنكار هذا التدخل، هذا غزو يا أخي، هذا غزو. تعتبر الآن سرت تواجه غزو أمريكي بذريعة محاربة الإرهاب؟ نعم. أو ليبيا بشكل عام، سرت جزء لا يتجزأ من الأرض الليبية. نعم، هم لم يجدوا باب يفتح لهم إلا عن طريق هذه الحكومة العميلة. أنا أحيي شرفاء مجلس النواب والقيادة العامة لأنهم تصدوا لمثل هذه المؤامرات. طيب، شن تفسيرك عبد الباسط بأن السراج قال في بيانه الشهير بطلب القوات الأمريكية التدخل، قال بأن هذا التدخل لن يكون، أولا سيكون على سرت فقط، وسيكون في غطاء على شكل غطاء جوي أو ضربات جوية. الآن هذا التطور كيف يفهم وهل البنتاغون الولايات المتحدة أحرجت إدارة السراج والسراج نفسه، والآن وصلنا إلى مرحلة متطورة في التدخل، وصلنا إلى على الأرض وقوة تقدر ب 1200 جندي بحسب مصادر إعلامية مطلعة طبعا. يا أخي أحمد، هذه القوة مساندة ببحرية وببرية وبغرف تحكم. السيد السراج لا يملك أي شيء، هو ينفذ إعازات ويطبقها على أرض الواقع. يريدوا إنشاء مجلس رئاسي وهمي وحرس رئاسي. حرس رئاسي اسمه فيه حرس رئاسي يحمي الرؤساء فقط، ليست قوات عربية ليبية مسلحة. مع الأسف لم نجد أي استنكار من القبائل الكبيرة في ليبيا، لم نجد استنكار من دول الجوار، أين أصدقاء ليبيا الذين يدعون أنهم أصدقاء ليبيا. هنا سقطت كل الأقنعة يا أخي، هؤلاء جلبوا المستعمر بالأمس القريب. يدعي السراج أن في قاعدة بنينة يوجد فرنسيس وأن كذا وأن تدخل الأجنبي غير مسموح به، ونجده اليوم يصفق ويطبل للأمريكان. نعم. الذين سحقوا العراق ودمروها وغدوا التطرف في سوريا. ما هذا يا أخي، هذا كلام لا يقوله أحد عاقل نهائيا. بين عشية وضحاها يتغيرون يتلونون، والضحية هو هذا الشعب المسكين. طيب. الذي وقع تحت أنياب هؤلاء القتلة. طيب، أنتقل لفتحي من طبرق. شكرا عبد الباسط. فتحي. نعم أخي أحمد، الآن نحن في سيناريو جديد، أعطينا تفاصيل هذا السيناريو وأبعاد هذا التدخل وإلى أين يريدون الوصول في سرت. أولا في البداية تحية لك سيد أحمد فتحي، وتحية إلى كل الكادر العامل في قناة ليبيا الحدث. أيضا تحية للأخ عبد الباسط من طرابلس. سيد أحمد، يعني تتحدث منذ بداية الحلقة وحتى في حلقات سابقة
وتعطي صفة السيد السراج كرئيس للمجلس الرئاسي، ولو كانت هذه الصفة موجودة إعلاميا ولكن على أرض الواقع لم تنل الشرعية ولم تنل أي أرضية في الشارع الليبي، والدليل على ذلك هو وجوده مازال في نفس المكان في طرابلس وعدم القدرة على حتى التجول داخل العاصمة طرابلس. هذا أولا. أريد أن أقول لك بأن ما يحدث في سرت الآن كان متوقع، يعني منذ البداية، منذ قدوم أصلا أو فكرة أو منذ أن كان هناك مبعوث الأمم المتحدة من أجل حل الصراع في ليبيا، كانت الخطة بتكليف مبعوث أن يضع اللمسات التي يريدها الغرب أو يضع جسم يتحكم فيه الغرب، يعني بمعنى زي البلايستيشن هم بيحطوه في ليبيا والذرعان يتحكموا فيه الناس من الخارج. ما يفعله الآن ليس بغريب، الأمريكان أو غير الأمريكان، ما يفعله الآن الأمريكان بالنسبة للمجلس الرئاسي هو بطاقة دخلوا بها إلى ليبيا لكي يفعلوا ما يفعلوا. أما عن ما يقوله السراج وعن ما يحدث على أرض الواقع، يعني نراه يتحدث عن نفي لوجود قوات أجنبية، ثم نرى قوات أجنبية على الأرض، ثم نرى عدم تدخل أجنبي، ثم نرى ضربات للطيران الأمريكي. يعني يوم خرج علينا السراج وقال لنا في طيران أمريكي حيضرب سرت، هو الطيران الأمريكي كان يضرب في سرت، هو الأمر كان من أوباما وليس من السراج. السراج عبارة عن صحوه من النوم زي ما نقوله نحن الليبيين، وقالوا له راهو في طيران غزة أوباما يبي يضرب، فهو تلقى الخبر الإعلامي وطلع باش يدير شوي شوي. طيب بالتزامن فتحي، هو من يطلب الأوامر وليس هو من يطلب أو من أو يقول أو ينفذ أو يعطي، أو هو فقط دمية، هو والدمية اللي مالي موجودين في المجلس الرئاسي ينفذون ما يأمر به الأمريكان. هذا بالتزامن نعم، بالتزامن فتحي مع الضربات الأمريكية والتدخل على الأرض، خرج صوان رئيس حزب الإخوان المسلمين المسمى بالعدالة والبناء، قال على قناة ليبيا بأن، وهذا الفيديو عرضناه وممكن حتى الزملاء يعرضوه أثناء الحلقة، قال بأن على المجلس الرئاسي تشكيل قوة ولن تواجهها أي قوة جوية أو قوة دولية بالتوجه إلى بنغازي. الآن إذن هناك يعطي الرئيس للحزب الإخوان يعطي إعازات للمجلس الرئاسي بشأن تشكيل قوة والتحرك إلى بنغازي بعد سرت. الآن إذن تتسع رقعة الصراع وتتلاشى شيئا فشيئا مفهومية أو واقعية أن هناك وفاق حقيقي بين الليبيين، وهل أصبح المجلس الرئاسي تتحكم فيه أذرع تيارات إسلامية سياسية من أجل ضرب النسيج الاجتماعي وبدء التحرك إلى بنغازي ودعم حتى الإرهابيين هناك؟ سيدي الكريم سيد أحمد، لو تلاحظ الأحزاب المتأسلمة أو من يدعون الإسلام في تياراتهم السياسية وجدناهم خلال الفترة الماضية تراجعوا كثيرا عن هذه التصريحات، ووجدوا وقالوا في تصريحاتهم بأن المنطقة الشرقية هم أخوة لنا وأعزاء وكذا، لأنهم كانوا نقطة ضعف، بينما عندما جاء المجلس الذي يعطيهم الغطاء الشرعي وهو المجلس الرئاسي وهو من يتحكم فيه الآن هي التيارات الإسلامية سواء كانت المقاتلة أو الأخوان أو ما إلى ذلك، لأن الآن أصبحت تيارات كثيرة تدعي الإسلام وتدخل السياسة من خلال هذا المنطلق. فهذه الأحزاب بما فيهم صوان وغيره وجدوا الآن غطاء شرعي يتحكمون فيه كما يريدون وبدعم أمريكي. ولعلمك يعني الدعم الحالي اللي موجود، نحن للأسف الشديد اليوم نتحدث عن شيء هو وصمة عار في حق الوطن، هذا كبداية. يعني ما كناش نتوقع أن يجي يوم نتحدث فيه بوجود قوات أمريكية وقوات فرنسية على الأرض الليبية ونحن نتحدث في الأمر هذا، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا أمر كارثي وستبقى وصمة عار، ومن سعى لهذا الموضوع سواء كانت مدينة أو قبيلة أو حزب أو أي شخص سيحاسب يوما ما أمام الشعب الليبي. هذا من جانب. الجانب الآخر، وحب أن أعرج على شيء معين، وهو قدوم الأمريكان إلى مدينة سرت. يعني جيشنا الباسل كان يقاتل لمدة سنتين وأكثر في مدينة بنغازي وفي شرق ليبيا وحتى في الغرب يقاتل الجماعات الإرهابية، ولم يتدخل أي كائن يكن. الآن إيطاليا تقول مستعدة للتسليح بعيدا عن الاتحاد الأوروبي، أمريكا تقوم بضربات جوية وتدخل على الأرض، هناك أمر يدبر ليس في ليل بل في وضح النهار. أنا أخاف من المرحلة القادمة أن تكون فعلا حرب على المنطقة الشرقية، وهذا ما أخشاه، لأن الأمور أصبحت في ليبيا يعني كل شيء قابل للوقوع وقابل بأن نراه في يوم من الأيام على أرض الواقع. طيب. أنا أريد أن أقول في ختام باختصار فتحي،
نعم باختصار. أريد أن أقول في ختام هذه المداخلة، يعني أصبح الكثير أخي أحمد من الخونة من العملاء. بالأمس شفنا السيد شعيب وهو يتحدث في قناة مصرية وهو يقول بأن السيد حفتر كان له دور ودوره انتهى، وليس بأن يكون له دور في القادم. يعني أنا أريد أن أقول لهؤلاء الخونة هؤلاء العملاء بأن لولا القائد العام هو بحسب تصريح شعيب، حسب ما قرأت أن قال بأن الخليفة حفتر أو القائد العام ليس الوحيد في المعادلة الليبية، هذا هو تصريحه. طيب شكرا فتحي من طبرق، أنتقل لفتحي آخر من الخروبة. أهلا بك فتحي. فتحي من الخروبة أهلا بك. فتحي موجود من الخروبة، تفضل أنت على الهواء فتحي. طيب إذن هذا التدخل الأمريكي يأتي في سياق طلب المجلس الرئاسي وحكومته غير دستورية من الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل على الأرض بشكل مباشر. الآن السؤال المطروح، بما أن السيد السراج قال بأنه قد تحالف مع التحالف الإسلامي اللي هو مكون من دول إسلامية، لماذا لم تكون هناك وجود لقوات مثلا إسلامية على سبيل المثال إذا كانت هناك حاجة لوجودها، في ظل وجود حتى قوات للجيش أعلنت القيادة بمعركة سرت الكبرى، وتم التزاحم على سرت في عندما حددت القيادة نقطة الانطلاق نحو سرت وجهزت حتى غرفة العمليات وتم تجهيز السلاح والذخيرة والرجال وجهزوا كل شيء للتوجه إلى سرت، فقط أصبحت سرت هو الهدف الرئيسي للمجلس الرئاسي والغرفة المنضوية تحت قيادته، هذا إذا كانت القوات أصلا منضوية تحت قيادة المجلس الرئاسي. بحسب الصحف الأمريكية وغيرها قالوا بأن لا ضمان لأن تكون هذه القوات المنضوية الآن تحت غرفة البنيان المرصوص، لا ضمان بأن تكون قوات منظمة أو يمكن أن يعني بعد نصرها أو بعد انتصارها في سرت ماذا سيكون السيناريو وماذا سيكون المشهد، وهل ستكون هذه القوات منظمة منضبطة؟ هذه تساؤلات يطرحها الجميع ويطرحها حتى المجتمع الدولي. إمكانية تسليح هذه القوات، تسريب هذه الأسلحة، إمكانية تسريب هذه الأسلحة وهذه الذخائر وهذا الدعم اللوجستي الآن على الأرض الأمريكي، إمكانية تسريبها لقوات أخرى لا يعلم توجهها. استقبل سعد من طلميثة وأبو جودة من أو سعد من طبرق وأبو جودة من طلميثة. سعد أهلا بك. مرحبا أخوي. نعم أهلا بك سعد. والله إيش نقول لك، يعني مصير القوات الأمريكية اللي تول وقت نزلت هذه السنة مصيرها بعدين، يعني فضل الله، يعني قواعد أمريكية واحتلال، والاحتلال هذا ونطب عندنا يعني للأسف عندنا في الغرب، يعني من غرب البلاد، وللأسف الشديد إن حتى في طرابلس ونيل الشعب راقد، ما فيش يعني كلهم يقولوا ربنا ينصر الحق ربنا ينصر الحق، وكل واحد راقد في البلاد يقول لك خطانينا ودق، يعني خطراتي ودق، يعني يأمر فيك أخر عيش إنك تقتل ولا تدير أي حاجة. وثاني حاجة يعني قوات بريطانية قوات أمريكية قوات فرنسية، يعني الكلام هذا نحن ما نش متعودين عليه بكل يا أخوي، والأحسن إنه يعني نحن من الأحسن إنه والله العظيم نلموا بعضنا كيه ونطلع سيف ونمسك الأمور هذني يا وخلاص. هو الراجل يوم التجيبين والله يا أخوي في قناة 24 وثائقي يحكي في الكلام هذا استعانات ما سكت وقت نمسكه وقال لهم ليبي بسرفية وسرفية وسرفية، بس كان مثل قولوا قاطع سيف قولوا قاطع، بس عارف الكلام اللي سير سوى كل على بعضه حكى سيف سنة ما سكت يتعب روح يموت، قال لهم قولوا كلام ضيئ كان مثل قاطع سيف وانا عثير بني ديكم، ومسوى الوقت الكلام اللي قاله كله صار وفتنا الله من بقية، يعني قال كلام واحد ذخرة حرب أهلية وني ما أنا صارت عندنا في الجنوب، لكن فكنا الله منع ذكي يعني. نعم. يعني نهاية البداية تم ذكي كل واحد يقول خمراتي ذكي. طيب أنتقل لي أبو جودة من طلميثة أهلا بك. السلام عليكم أخويا. وعليكم السلام. وتحية لكل طاقم القناة وتحية لكل الشرفاء الوطن والخزي والعار على العملاء والخونة وبياعي الوطن. أخوي أحمد، طبعاً التدخلات اللي حصل الأيام هذينا والتدخل الأجنبي والذي قالوا أنه تدخل جوي، نحن نرفض رفضاً باتاً
وقاطعا، سواء كان رفضا شعبيا حكوميا ونعتبره انتهاك للسيادة دولة ليبيا. أما يا أخوي أحمد، في بداية الموضوع البنان المرصوص أنا قلت ثلاثة في مداخلة كانت إذا كانت سيد أبو جودة، نعم، إذا كانت قوات البنيان المرصوص أوضحت ببيان لها بأنها غير قادرة على حسم المعركة وأنها تطالب بتدخل دولي، وسرعان ما لبى المجلس الرئاسي هذا الطلب، وسرعان ما نفذت العمليات الجوية والطلعات الجوية من السلاح الجوي الأمريكي، والآن دخلنا إلى مرحلة أخرى وهو تدخل على الأرض، لماذا لم يناشدوا الليبيين أو القيادة العامة للجيش حتى وهم ينسحبوا إلى مواقعهم وتتدخل القيادة العامة للجيش هناك؟ هل استبدلوا قيادة عامة للجيش بقوات أمريكية على الأرض والجو؟ هل استبدلنا نحن الليبيين يعني هل أصبحت ثقة في الأجنبي أكثر من ثقة في الليبي نفسه؟ هل وصلنا إلى هذا الشيء، لهذه المرحلة؟ خليك معي من أبو جودة، أندخل معي حمد من مصراتة معي على الهواء. حمد، أهلا بك. أهلا بك محسن. كيف تعلق على الإعلان البنتاغون الأمريكي بأن توجد قوات أمريكية الآن تقاتل على الأرض ومصاحبة لها طلعات جوية؟ حمد أهلا بك. حمد أهلا بك، تفضل على الهواء، تفضل. معك حتى المدي مدي سامعك. يبقى ما فهمتش السؤال. كيف تعلق على إعلان البنتاغون الإدارة وزارة الدفاع الأمريكية بوجود قوات أمريكية الآن تقاتل على الأرض إلى جانب بنيان المرصوص في سرت؟ معلش عفوا، بس خذ الأمور حيادية لو سمحت. من قبل قايلين احنا عادي نبوا نجوا معاك منجوا، ما هيش غريبة، ما هيش مخلوقات خطائية. شو مثلا مرة هذا هم قايلينهم حتى في اجتماعات اللي قبل اللي نقول حكومة الوفاق ما كان تسمين والله هدام من المشي أو كيف أنتم عارفين مش موافقين الشراكة، والله اللي مدبية تنقص يمكن أقع علي. هل توافق التدخل الأمريكي على الأرض ولا توافق دخول الجيش الليبي لمحاربة الإرهاب في سرت؟ ما معلش باهي، انت قلت كلام تتكلم من هي. طيب لماذا، سؤال منطقي يا حمد، لماذا استعانت قوات البنيان المرصوص بالامريكان ولم تنسحب وتعطي فرصه المحاربه داعش من قبل القياده العامه للجيش، خصوصا بانها اعلنت حرب؟ نعم لحظه بس خليك معي، خصوصا بانها اعلنت في السابق بانها اعلنت وعدت معركه سرت الكبرى من ابناء سرت انفسهم، وأعلنوا حتى وشكلوا حتى غرفة عمليات. والله السؤال طويل جدا ودوختني تأولا والله. سؤال منطقي يا حمد، لماذا تم الاستعانة بالأمريكان ولم يستعان بالجيش الليبي في سرت بعد عجز أو ضعف قوات البنيان المرصوص على حسم المعركة في سرت؟ والله معلش ما نوفقكش، أنا فاهم تاع عرب مصراتة. لا مش هو مدافع على مصراتة من حاجة الفكرة، معلش لو سمحت بالله خلينا نعطيك كلمتين. جماعة مصراتة والله تطبل عنده تطبل السميع الوطاء، مش عارف كيف متهورين سميهم والله ما تسميهم مش ممكن لك الفكرة انهم يبوا لقطة سرت هذه مثلا. معلش احنا نشوف فيهم ايوه، انت تحكي عن الجيش الليبي اللي هو معلش تبع حاصة، تمام، حاصة يشوف فيه تبع السعودية. نجيك على النظرة من هنا، معيش نعطيك النظرة الغربية، المنطقة الغربية. ألو تفضل. أنت ما أعطيتنيش جملة مفيدة يا حمد من بدري وأنا أسمع فيك، ما أعطيتنيش. لا أنت ارتبكت ومش قادر تعطيني جملة مفيدة. أنا سألتك سؤال محوري ومنطقي، الجيش الليبي أعلن عن غرفة عمليات ولقيادة حرب في سرت تحت اسم معركة سرت الكبرى، والمجلس الرئاسي أعلن بأن شكل غرفة العمليات البنيان المرصوص، غرفة البنيان المرصوص عجزت أو صار لها ضعف في محاولة حسم المعركة هناك في سرت مما استدعاها لطلب أمريكي، لماذا لم تترك المجال لغرفة العمليات المعدة مسبقا من القيادة العامة على سرت؟ صح؟ الجيش الليبي لم يطلق ولا طلق على داعش في سرت.
هو أعد معركة كاملة يا أخي، أعد معركة كاملة اسمها معركة السرت الكبرى. ما شفناش السرت الكبرى. كيف ما شفتش إذا كان هو هو ما طلعش المجلس الرئاسي، المجلس الرئاسي أعلن أعلن غرفة عملية. إنسان عادي عم حر يا أخي، أنا عم حر من كلام الميليشيا، إنسان عادي جدا. هو أنا خليت أنا اللي نشوف فيه مانيش ذكي، معناها كيف أنت تعرف تحلل وكذا، مانيش محلل كبير. ولكن والله ما فهمت منك حاجة يا حمد، والله ما فهمت منك حاجة. يا ريتك عطيتني حتى جملة مفيدة بس من مداخلتك. طيب شكرا حمد من مصراتة. أبو جودة تعليقك حول اختيار هو سؤال كررته ثلاث مرات والله حتى عطشت. يا أخوي أحمد نين عطشت والله وأنا نكرر في السؤال. يا أحمد تفضل. طبعا يا أخوي أحمد أنت سألت كان شباب حمد عدة أسئلة جيدة، ولكن تهرب من هذه الأسئلة بناء على شو نقول لك يعني، ولا تتبع يقول لك لا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ما ظل تابعين ملة لليهود يعني، حتى أشقانا العرب ما بوش يستدعوهم، يستدعوا في أجانب وكفار يكسروا ويدمروا ويغسلوا في أبنائنا في انكسرت وعلى الهوية وعلى القبلية، هذا فرجاني يدك لا هذا مش عارف مفراتي لا سيبة يعني، جهوية وقبلية وكفر بعد كفر يعني. ولكن بنقول لك شيء يا أخوي أحمد، نحن سنقول لك نقدم الجيش الذي قال لم يرمي حتى رصاصة واحدة في داعش، يعني نقول لك حرر بنغازي، حرر درنة، حرر المغرون، يعني حرر مدن كبيرة لم يحاربها حتى الأمم المتحدة وأعلى فيها في العراق وسوريا، حررها الجيش الليبي. نحن لدينا جيش باسل، جيش ونصور جو تقصف 24 ساعة، تقتل الإرهاب، تبحث عنهم في جميع أنحاء ليبيا وسوف تحرر أنحاء ليبيا. ولكن عندي طلب واحد من أخوتنا في الغرب وأخوتنا في الجنوب، عليهم أن يحددوا موقفا جيدا، يا معنا يا ضدنا، يا ضد الوطن والكرامة، يا مع الوفاق ومع داعي الوطن والخائنين. نحن ليس ريت، نحن نقول لك ليست مع التقسيم، وبرقة ليست مع التقسيم، ولكن يشدون ويمسكون يمسكون بنا ويرمون بلا التقسيم على السلبية التعتب. نحن مع التقسيم إذا يا أخوي أحمد لم يحدفوا موقفهم، يخرجوا في مظاهرات رافضة للكوبلر، رافضة للحكومة الوصاية، طيب. رافضة لكل شيء يا أخوي أحمد. نحن خلاص نحن توا في موقف يحسم به، يحسم له موقف يا أبيض يا أسود. طيب شكرا هذا من البوش. طيب شكرا شكرا أحمد أو أبو جودة. أكيد الآن الطرف الآخر يقول ليش ليبيا الحدث وليش أراء ما ناقشوش موضوع الفرنسيس أو اللي هم كانوا موجودين يعطوا في معلومات استخباراتية أو يتحصلوا على، وهي كانت بحسب تصريح أمر قاعدة بنين الجوية محمد منفور أن عدد الأجانب لا يتجاوز 15 خبير من الجنسيات إيطالية وبريطانية كانوا موجودين في قاعدة وفرنسية أيضا كانوا موجودين في قاعدة بنين الجوية وغادروا منذ شهر، وكان مهمتهم عبارة عن مهمة استخباراتية فقط 15. ولكن الآن المفارقة أن 1200 جندي موجودين الآن بحسب واشنطن بوست وغير من الصحف الأمريكية، وهذا تأكيد جاء حتى من البنتاغون الذي قال بأنها هي عبارة عن مجموعة صغيرة لم يحصيها بالعدد، ولكن جهات أو هذا التصريح جاء على خلفية أنباء خرجت بها الصحف أمريكية وبريطانية بوجود 1200 جندي أمريكي على الأرض وغيرها من الدعم اللوجستي وضربات الطيران وغيره. السؤال المحوري كان في هذه الحلقة، لماذا استعانت البنيان المرصوص والمجلس الرئاسي بالغرب وتركوا القيادة العامة للجيش الليبي الذين أعلنوا عن حرب كبرى في سرت وأسموها وأطلقوا عليها معركة سرت الكبرى، لم يتم التعاون مع غرفة العمليات المشكلة في من قبل القيادة العامة والتي تضم رجال من سرت نفسها، تضم رجال من سرت نفسها، لم يعطوهم حتى فرصة، وتحجج المجلس الرئاسي وقال ستدخلون البلاد في ولا نسمح باستخدام سرت كورقة لحرب أهلية وغيرها من الأطراف الليبية وغير، ولكن طلبوا تدخل أمريكي، غلبوا الأمريكان على الليبيين
يعني وصلنا لهذه المرحلة نحن، أن أمريكي يجي يحتل بلادنا عادي، لكن أن قيادة عامة للجيش وممكن تقوم بدورها للحرب على الإرهاب في سرت، لا. أحمد من الأبيار تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحية لك وتحية لفريق المصاحب لهذا البرنامج اللي نعم. هو تحية لقناة ليبيا الحدث. أما عنوان الحلقة أو الآراء اللي وردت من أبو جودة أو سواء من حمد من مصراتة كلها كانت يعني ربما تمثل ظرف دون ظرف آخر. وأما عنوان الحلقة نحن المهم هو عنوان الحلقة ولا نعطي رأي في عنوان الحلقة طبعا. بخصوص زي ما قلت أنت سؤال محوري وجهت لحمد مدينة مصراتة، ليش غلبوا الأمريكان على القيادة العامة أو الجيش الليبي وما استدعوش أو أعطوه الفرصة للجيش الليبي المتواجد على تخوم مدينة سرت وربما استعانوا بالأمريكان زي ما قلت؟ نعم. طبعا هذا من ضمن المؤامرات التي تحاك ضد الجيش الليبي، وللأسف نقولها مدن الغرب الليبي ما عدا الجبل مشاركة في هذه العملية بالسكوت وعدم حتى مظاهرة بسيطة تضم 5 أشخاص أو 6 يعبرون عن رفضهم في هذه المدن. هذا بالتالي يكرس مبدأ الانقسام في ليبيا، وبالتالي هذه العملية عملية والله أنا ممكن نفس اسمها يعني، لكن العملية اللي تقوم بها الأمريكان في سرت تحول دون مكتسبات التي يريدها الجيش الليبي وتحول دون طيب شكرا أحمد من الأبيار على مداخلتك. رسالة من تقول التدخل الأجنبي من أجل النفط وليس من أجل مصراتة ولا من أجل دحر داعش من بنت جدابية. أسامة يقول هل تعلم أن بأن الغرب يريدون التقسيم بدعمهم للسراج والمدعو الجذران عندما يقولوا النفط تحت المجلس الغير الشرعي وبهذا يستفزون الشرق بصفة خاصة مؤيدي الجيش حتى يقولوا نبو القسمة؟ والله كلام واقعي. رسالة أخرى طيب حناخذ عبد الله من البريقة، رسالة بنغازي حررها الجيش الليبي دون أي تدخل أجنبي والليثي أكبر من حي رقم 2 ب5 أضعاف وحروها الجيش وحي رقم 2 ما قدروش على تحريره. محمد الرعيدي نتالي تقول هذه هي أهدافهم خطط 17 فبراير التي غرونا بها وانجررنا وراءها، وللأسف تبين أنها لعبة قذرة بين الأخوان وحلف ناتو للاستيلاء على مقدرات الشعب الليبي وتقاسم الكحكة وتحقيق أهدافهم في ليبيا التي فعلا بدأت تتحقق شيئا فشيئا بحجة القضاء على الإرهاب. عبد الله من البريقة مساء الخير أخوي أحمد، شخبارك أخوي أحمد؟ عليكم السلام. الله يسلمك. اولا اخوي احمد نقول لك السراج اول ما طلع من البدايه طلعتها حكومه الخيانه وحكومه العملاء، نحن لومنا على مجلس النواب عرفت لي عد ودرير رواحهم وطنيين وخايفين على ليبيا من البدايه في الصخيرات، يعني صراحه شفناهم انهم يبوا مناصب ومش خايفين على ليبيا ولا معدلين على ليبيا، والسراج صرح بروحه قال نحن مع الجيش ومع الشرطه ومع القانون، لكن للاسف شفنا السراج خاين حتى هو البلاد وخاين ليبيا وجاب لنا تو الامريكان طيب. نزلهم لنا عبد الله بس بنستثمر معك حاجه من فضلك، المخرج عماد عرضنا الفيديو الحالي اللي موجود معنا، خليك معي عبد الله نعم للتعليق، عرض لي الفيديو اللي محمد صوان. فلن يستطيع ان يتصدى لها المجتمع الدولي ولن يستطيع ان يتصدى لها اي جهه اخرى وستكون محل اتفاق. وقد قرر المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي على طلب دعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية لتوجيه ضربات جو. طيب فقط حيجز بعد شوية الفيديو، هو يقول في صوان بأن تجهيز قوة للمشاركة في جاهز معي الفيديو. طيب أوكي نشاهدوا الفيديو الآن. هاي مدام احنا عندنا مقاربة سياسية واتفاق سياسي إلى حد ما يعني يمثل الشرعية والقبول المحلي والدولي،
يجب علينا أن نحمل مسؤوليته، وهو إذا كلف أي مجموعة تابعة ليه في التحرك جهة بنغازي فلن يستطيع أن يتصدى لها المجتمع الدولي، ولن يستطيع أن يتصدى لها أي جهة أخرى، وستكون محل اتفاق. وهذا هذا رئيس حزب الإخوان محمد صوان قال بأن على المجلس الرئاسي تشكيل قوة للتحرك نحو بنغازي ولن يتصدى لها المجتمع الدولي. كيف تعلق على هذا التصريح عبد الله من البريكة؟ هذا حزب الإخوان هم اللي يخربوا ليبيا يا أستاذ أحمد. حزب الإخوان وصوان هذا قاعد في طرابلس، المفروض أهالي طرابلس يطلع عليه، ولأنه هو اللي سبب فتنة في ليبيا. نحن ما عندناش أحزاب، الأحزاب هذين ما نعرفوهم بكل، دخلوهم لنا ونحن ما نعرفوهنش الأحزاب. لكن نحن الشعب الليبي عارفين السراج، السراج يتحاسب إن شاء الله بإذن الله إن حاسب الشعب الليبي، لأنه هو سيب الشرعية وسيب القيادة العامة المنبثقة من مجلس النواب ودعم الميليشيات. والله نقول لا يا سراج، إن شاء الله تحاسب ويمسكك الشعب الليبي ويحاسب كل محاكم إن شاء الله، وتقعد سجين لأنك تقسم في ليبيا بالطريقة هذه. المفروض جاء عن طريق مجلس النواب وجاء للقيادة العامة وقمزوا معاهم، لكن تو أمريكا تبي تنفعه. والله تطلع أمريكا ويطلع والسراج مو طالع من ليبيا، وإن شاء الله نحاسبه الشعب الليبي يحاسب أي واحد خرب ليبيا. طيب 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 شكرا عبد الله. رسالة قبل ما نختم من محمود، يقول أولا هم لن يطلبوا الدعم من القيادة العامة لأنهم لا يريدون للقوات المسلحة أي نفوذ إذا كانت بنغازي وبرقة وهم يحاولون شق الصف فيها. رسالة سيدي الخونة والعملاء موجودين في الشرق والغرب ويمكن أن نلقي اللوم على مدن بكاملها. ويا أخي عندما خرج الناس في الغرب وأيدوا عملية كرامة قتلوا واعتقلوا وهجروا. رسالة من نهاية رقم 70 إلى عقيلة، مش مفهوم الرسالة. طيب تدخل الأجنبي في ليبيا يبشر باحتلال الوطن، اللي عندهم غيرية على الوطن نبوهم نبو نشوفهم في الشحات أو في منطقة شرقية. شكرا. إذا مشاهدينا على طيب المشاهدة والمشاركة في هذه الحلقة، وهو موضوع خطير الحقيقة فتحناه لهذه الحلقة اليوم، والنقاش بقية في حلقات قادمة. أشكركم وإلى اللقاء.